لا إله إلا الله، وما في كلمة في الأرض ولا في السماء ولا في الدنيا ولا في الآخرة أعظم من لا إله إلا الله، ما في. ولو لقيت الله بالكلمة دي أنت خلاص أنت من الفائزين. قال وهب ابن منبه كما في صحيح البخاري: لا إله إلا الله مفتاح الجنة، ولكل مفتاح أسنان، فمن أتى بالمفتاح بأسنانه فتح له وإلا فلا. تجيب لا إله إلا الله بأسنانك، تقول لا إله إلا الله أنت عارف معناه، لا إله إلا الله وأنت ما عارفه ما بتستفيد منه. لأن الله يستثنى في أواخر سورة الزخرف قال: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، تكون عالم به. لا إله إلا الله معناه سهل جدا ويسير واضح، أي لا معبود بحق إلا الله. لا إله إلا الله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. لا إله إلا الله يعني ما تنادي الأموات ولا تنادي الشيوخ ولا تتبرك بالأتربة ولا تنادي أصحاب القبر ولا تجيب جنب القبر الشيخ الحقنة والشيخ أبزعنة، ولا تعتقد إنه في فلان من الناس بيعلم الغيب وإنه فلان بيجيب الرائحة وإنه فلان بيتصرف في الكون وإنه فلان بهب الذرية. لا إله إلا الله بتعتقد إنه في شيخ بيدي الجنة، ما عندك لا إله إلا الله، كذاب أنت مجرم زاد. لا إله إلا الله بالشدايد بتنادي في الشيوخ الحقونا وابزعونا، أبطلتها خلاص نقطتها انتهيت منها. لا إله إلا الله دي شهادة تلاقي بها الله نظيفة موحد